انت يا ها انت يا سلام سلام ها ها مريض اطلع اللحم والله ماني فاهم تقول اطلع اللحم وابلع اخص فطور في العالم اخص افطار عن غير درايه تعال 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 انا لازم اسوي عليك توكل علي والله ومرحبا مليون في دمك والله العظيم انك تبغى تطلق وانا صايم صرت علي انت ايه كم كيلو على ريال اشتغل حبيبي ما تقول علي الطلاق انت رحب واضي واضي والله واضي انت ساكن بيتك انا اخو بيت شباب تعال تعال وبتجوني كلكم تعال لا تعال تعال والله كم يقدر كم يقدر والله 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 كم يقدر الأجواء عندكم كيف؟ يا رجال تعال 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 أبو زعد ادفع يحلب يحلب مرتين عندنا بيتا أقرب مدن والله والله أقرب مدن النماص أقرب شيء النماص النماص بيش النماص ها؟ بيش 100 كيلو النماص 50 كيلو إيه بس شفت هذه الصناعية حصوات هذه الصناعية إيه الطبيعية عندنا هناك الله أكبر تشبيه قاتل نجي نشوف إيه ها؟ لا نشوف ميزة سبت علايا مدينة هادية عرفت؟ سبحان الله شفت نظام عمان في دول العالم هي هذه سبت العلاية وازعاج السياح وكذاب ذا وعندنا نظافه ما في تروح محل نظيف اي محل وديك. طيب السياح ينشطون البلد اللي زي طريب لا خل طريب جاني قبل اسبوعين رجل واصل يعني سير عليه زياره مع الاسره الحاكمه ما شاء الله قبل يمكن قبل البرنامج زين عليك هناك جاني هناك ما شاء الله وعلى اساس انه بيجينا بيتك عندي يومين وبرجع للديره انت معي وبنروح على فين على بمشي في ابها وذيك الديار يوم جاء عندنا قال والله ما اروح لابها لو اموت ايش في ابها ايش فيها قلت والله ابد مدينه وفيها زي قال والله لا اقعد هنا وتك عليه عندي لين خلص برنامج وراح ايش فيها سبت علي طيب وش فيها ايش تبغى تبغى الاماكن عندكم تبغى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم ودي الشعبان عندكم تبغى جبال طبيعه في جبال شو اسمه الجبال عندك عطر ما اقول لك تبغى اوديه سيول في اوديه سيول تبغى يطول السلامه تروح بين تبغى 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 وقت طبعا انا بتكلم لك الان خلصت من الجبال والاوديه وخلصت لك فهمت علي ابي منتزهات منتزهات ايوه في يا رجال طبيعي يا حبيبي تروح اطرف وادي منتزه السيل عندك تجلس عليه وتشرب انزل اقعد ودق بالشاهي واسمع انا ما ابغى الطبيعه لك انا ابغى الطبيعه ما ابغى منتزهات انت مثالي وفي حدائق في حدائق في منتزهات ايه مع مرك طيب زي منتزه السوده زي الفرعه زي هي كل شيء في غابات ها اقول لك انا بقول سريح معك انا بقول سريح معك انا لو انا في الجنوب ها بمشي عيالي ما بروح بالمبهى لو اني ساكن في الجنوب ما بروح ليه ابها ليه ابها بروح السوده ما في السوده انا جالس انا وامي هناك فلان وامه واخته سعد وهلا ما من جد ما تكشف اختك ولا تستانس ولا امك لكن تعال في الاماكن الريفيه ما في احد تمشي على رجولك تجلس بدون رواق ولا حد حولك سودة كلها رواق الشماغ والعلوم كلها هذا طلبه الحين ولا انت مي هذه ميزه ايوه شلون تقول الجو طيب زي الجو ايش يا اخو جو خرافه وين ذا يا الجنوب معلومك في الالحان سبت العلايه في ميزه في ميزه حلوه في ميزه حلوه عندكم في ميزه ها خاصة بشوت وذيك المحلات اللي ورا اللي فيها شلالات ما يحتاج هجوم عليك الله يهب لك ان شاء الله شوت من؟ اسمع اسمع لا بقول لك معلومة من الايجابيات الحلوة الايجابيات الحلوة اللي ممكن ما تتميز بأي منطقة ها احنا يطلع السلامة على مستوى المنطقة الجنوبية طبعا كل قرية او كل قبيلة او كل على السرة الشفا عندهم عقبة عندكم انتم؟ ايه طبعا ايش السالفة؟ ايش السالفة؟ اذا جاء يطلع السلامة الشتاء ما تنقبل الجنوب ما ينقبل شتاء ما ينقبل موت فلا حد يطلع برا ينزلون لكن عندك 20 دقيقة نص ساعة لو انت في العقبة الدفاع التهامة سبحان الله الدفاع يعني لهم بيوت لهم رجولنا في الله وهو ربنا كنتم من قبل إلى من الضالين ثم أفيض من حيث أفاض الناس تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتب شهادة عنده من الله والله بغافل عما
تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير ذلك. وزاده بسطة في بسم الله ما شاء الله صالح. فقال لهم نبي من آية ممكن يدك متابع يديك متابع يديك متابع يديك متابع يديك متابع يديك متابع يديك. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنا إن شاء الله لو جيت أنا الجنوب أكثر المصيفين ترى يجوا الجنوب ما يروحوا الأماكن يروح لي القرعة يروح لي السودة يروح لي أماكن زحمة وأماكن ما فيها طبيعة كثير ملخي يعني اللي يروح الحبلة يتفرج حيوت ما في شيء ولا تلفريك ولا تلفريك الهوية تلفريك ولا في تلفريك هي تلفريك ما عرفنا إلا فجر هذا دام شيء العريكة إذا كانوا وبشرب العريكة وبشرب المشغوط وبشرب الخبز والفطير ما حد جاي نختبركم أنتم ما خليك تطرق لا لا خليك تطرق والله سعد ما ظنيت من بعد دواء اطرق خليك اطرق مني الى بكره الله يسعدكم والله العظيم فيكم وصل على اجي ابها مع ناس زي كذا يعني تودي الله يحييك فيكم وصل دائما اروح انا بالقاره اذا ما خليك تروح تقول علم الزين خليك تنقز من محل زي ذا قلت تحريب ايش هو اللي قلت تحبوا العلم الزين قلت تحريبها 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 تجيبها تقول علم الزين تحريبها مرتن عجل انا تحريبها ابو لا خلاص ابو ادخل مطعم مطبق هذا موقف طريف ذكرته سلمت شوف اذا ما هو طريف ما بنضحك صايمين ما في مجامله صايمين ابغى اعلمك حاجه انا اسعى في المطعم اسمع كذا نظام كفر الرد عنده موقف طريف يقول بس بقول شيء بس لا انقتل لا رحنا مكان انا وانتو انا لا 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 ثواني تكفى لا 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 انتو تحريبها تحريبها لا خلص تكفى أنت سعيد أنت سعيد قسم بالله لا أجيبك السعودية هنا أنت سعيد فارس أنا سعيد فارس وفادق ذا أيوة معنا بناس وين لحديقة بوخير إيه بس يا أخي المكان ذا ما أذكره حديقة بوخير طال عمرك على حديقة غيروها غيروها كلها ثبتوها صار ذا الحين ترى تذكر الموضوع ضحكت صارت من الله جه رزقها من الله والله العظيم انا اذكر ان في مشكله في الاناره هناك في كميه غبار واذكر في مشكله في الزرع زرع واناره مضبوطه وجلسات حلوه بسم الله جابت لي الدوخه المهم تحبون العلوم الزينه ابو خيال ها تحريبها كم ابو حسنان تحبون العلوم الزينه تحريبها هذه المواطن الغبيه المضحكه حصلتها جاب العيد الثاني جاب الاول صح يرجع موقف طريف هنا قتلته سلمت المعصوب قلته هو هريس رحت تطلب المعصوب مطبق مطبق طيب احنا مغرب ايه اذن المحل ما بعد فتح هات ومسح القزاز مسح 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 تحس ما في باب وانا ما عاد اشوف الا مطبق بس انا قربت من باب المحل الا العامل وراي يقول وخر يا صديق وخر يا صديق شال الغاز يبي يدخل المحل وانا ما شفت الباب فقلت يا ولد خليني اسبق العامل منها وين وين منها امسك سرع منها اسبق العامل ادخل المحل ويلحقني اذن الباب مسكر ما يبدا على الحرام يا رجال ما حطيت وشو شيء صقع وجهك حبيته عش حبيته ما حطيت رجلي على الدرجة إلا الدنيا بيضاء ما درت على الحرام يا رجال أنا غادت فلاش وصلت ما لا جت النجوم ذيك اللي تنزل من فوق أنا خليت يمكن 4-5 ضايقت أنت جاي زين الترجاج ما قدرت فني فيه انا ما اشوف الا قزازه الله لا يرده من مطبق اقسم بالله يا وجهي صوب اقول طن وعلى سرعه بعد الباب في حدا على جوان تقول باكستاني مره يقول لا حول ولا قوه الا بالله والله يا رجال ما عدت على حل اني دورت سجلت النفس عند ما تعشيت حي شدت النفس طايت انت ويا واقف يا ابوي انا بعلمك وضعيتي وحيد طاقية لا هنا ارقص شكل جماعة طير لنفس الموقف يا اوف هذا بالاشطرج اقول كنا في زحمة كنا في زحمة هني في مكة هي حلوة سالس بس طولت انت لا بس والله عجب لا يا اخوي غبي شكلي لا زلك لا زلك معدرة كنا في زحمة هني في مكة يمكن قبل 4 سنوات أو 5 سنوات قلت كنا هني في مكة مجيت انا وامي كنا نتسوق اسواق مكة ورمضان وزحمة وعالم قالت امي خلينا نشوف المحل ده ماشي خلينا نشوف المحل ذي عثر الله يجعلني فدة رجولها ابو البراء
قدنا تقت على الباب قزازه الله يجعلني فدت رجولها منطح منطح الباب.